خصني قهوة باش نحل عيني. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. الحياة ديالي مرونة هاد الساعة. شوفوا حالتي. I feel icky and stuck. Also, عندي رونديفو مع الدونتيست اليوم. ونورمالمون انا ملي كيكون عندي شي رونديفو كنبقى جالسة بحال هكا كنشوف السما حتى كيوصل الوقيته ديال الرونديفو. ما كندير حتى شي حاجة قبل منه. كنت مبروكة ديال بصح. ولكن اليوم غادي نبدلوا هاد الشيء. ما غنبقاوش غير جالسين. غادي نوضوا نديروا شي حاجة. غادي نوضوا نقدوا الحياة ديالنا. أول حاجة خصنا نبداو بها شي ان everything shower. أو باي ذا واي راه سعود الزيادة هادي. الرونديفو ديالي عندي مع 11 11 وشوية. نقدر زعما نتعطل كاع 11 ونص. بريت فاين. هاد اليومين هادو اللي دازو كنت كندير ما بغيت. الحياة ديالي غير هكا. كندير فيها اللي بغيت. يعني ما كاين لا سيستم ما مقاد ما حتى شي حاجة. ما تسديوش على الفراش. أنا يلاه فقت. ما عرفتش الناس كيفاش كانوا كيديروا شحال هادي بلا قهوة. راه ماشي غير ساهل نوض وتجمع راسك وتقد حياتك عاوتاني وترجعها للطريق. أنت كنت كتاكل خايب هاد الأيام اللي دازو. نهار كامل وأنت غير متكي بحال هكا. It's not easy. أنا هنقول لكم شنو كيبقى يدور ليا في راسي باش نوض نجمع راسي. واش أنتي غتبقاي بحال هكا؟ نوضي دوشي نوضي جمعي راسك نوضي قدي شعرك. قومي يا بت قومي شوف شغلك فوقي نفسك شوفوا مصالحك. الهدف ديالنا هو انه نوض وما بقاوش جالسين مبلوكين نديروا شي حاجه في هذا النهار. اصلا نقول لكم الرو سيكريت. البارح ضربت واحد البيك تيستي وواحد لاكلاص قدو قداش عند ناس وصبحت اخ حالتي حاله ما حملاش راسك. حتى دابا ولفت ناكل زعما اكل صحي 80 90%. ما تقولوش لي راه كنشوفوك في الفيديوهات وهكا وهكا فهمتوا. اول حاجه غادي نبداو بها هي ماسك لهاد الشعر. كندير هذا طبيعي 100%. هذا كيقضي على المشاكل ديال الفروه كامل. يعني مثلا اللي كانوا كينوضوا لكم شويه ديال ايغيتاسيون ولا شويه ديال القشره شي حاجه اللي كتخليكم ما حاسينش مزيان هكا في الفروه ديالكم هذا دقه بطله. اول حاجه كنمشطوا هاد الشاكوكه سكسس. ريحته زوينه ولكن مجهده. انا كنخليه واحد 20 30 دقيقه كندير قد ما قال لي راسي كنغرق. وحنت مفيد حتى للشعر كندير هير شويه لتحت. دابا غنغسل وجهي مزيان باش ندير واحد المقشر. دابا غادي ندير داك المقشر ديال The Ordinary. داك تخليوه 10 دقائق. غنعطيكم اللرو سيكريت. البنات تقدروا ديروه هنايا هكا في المرافق ديالكم وفي لي جوين كيقشر دوك البلايص. وتقدروا ديروه حتى في رجليكم حتى هو تخليه بلا ما وجدتي. نوريكم حتى شنو كناكل في النهار ديال الغيجيم ديالي. اول حاجه الصباح هو كحله ما غادي نفطر ما حتى شي حاجه. شي يامات كندير الصيام المتقطع ما كنبدا ناكل حتى 12 ولا الوحده بحال هكا. غالبا 12 كيجيني داك الجوع صافي كناخذ الغدا ديالي. انا غادي نوريكم اليوم شنو هناكل غدا والا تعشيت. بزاف ديال البنات سولوني على شنو هو الشامبوان اللي كنستعمل باش نحافظ على لاكول. هذا هو اللي لقيت صغير. ولكن واخا هكاك راه كينزل لاكولور. اصلا غادي نعاود نصبغ من مورا ما كندير شي جوج غسلات بهذا كنتبعه هذا البونتين كيخلي لك الشعر هكا رطب. كنديرها شي 3 دقائق ولا 5 ديال الدقائق من مورا ما كنسالي الغسيل ديال شعري وصافي. نوريكم مورا يوز اون ماي بار ذيس وان. اف يو وونت تو سميل اميزين جيت ذيس وان. راه كاين في مرجان تلقايه في اي بلاصه في اي سوبر مارشي. الريحه ديالو كتشهي كتبغي غير تاكلها وفي نفس الوقت غوماج. انا في الاخر كندير شي جيل دوش ديال تي مارسي. هاد الاخران اللي خديت ديال الفاني ريحته حتى هو غزاله. يس نايس. اصلا باش نهارك يدوز مزيان خاص الدار ديالك هي تكون نقيه. حتى هاد الدار غادي تنقى وتصيق وتصبن. سالات 20 دقيقه انا غادي نوض ندوش. 2 اورز ليتر كنحس براسي فريش اند كلين فريش اند كلين. او ماي جاد. انا من مورا الدوش كنهيدراتي بهاد سيرافي الجسم ديالي كامل وكندير ماي ناتشورال ديودورنت. انا هلبس ونرجع باي. دابا بقى نهر ليكرون ونخرج بحالاتي. دابا العشرة وثمانية ديال الدقائق. So I think I'm doing good. والله لا اي ثاتي راني كندير ميسيون امبوسيبل. But I made it I think. خصني دابا غير نلقى الكوافيرة خاوية. And I will. صافي غنصوب شعري دغيا دغيا وغادي نمشي للدونتيست. غنوصل في الموعد. نايس. كيعجبنيش نتعطل على بنادم. يلا نمشيو. بسم الله.
ديجا دابا كنحس براسي حسن بزاف. I feel so fresh. حس براسي بحال جمعت راسي وكنقضي الاغراض ديالي. So nice. يلا نمشيو عند الدونتيست. شوف الدونتيست ما خديتش حتى 5 ديال الدقائق، خدا لي غير شي عبارات وشي لعيبات وقال لي راه صافي سيري بحال هكا السيمانه الجايه. I was like okay. اوكي انا جيت دابا هنايا للمرجان، بغيت نصاوب لك كيوت لرو كير باكج لبابا، بغيت نصيفطو ليه حاجه تكون كيوت، شي حاجه اللي ما كتخسرش في الطريق، اللي يقدر يستمتع بها كل نهار. صوبت لي واحد البيسه فيها هكا السميه ديالو، كنوريها ليه. راه ما عرفتش شنو غناخذ، ولكن بعدا اللي عارفه غادي ناخذ شي شوكولا زوينه، انت عارفه كيعجبو شي حاجه هكا حلوه قبل ما ينعس. وات ايلز ما عرفتش. والله الا سخفت مع هاد الصهد. انا غنوريكم شنو خديت، راه ماشي شي حاجه، ماشي شي حاجه، غير بغيت ندير ان بيتي جيل لبابا وصافي. حاولت ناخذ الحوايج اللي هو غادي يعجبوه، وحيت ما كنتش مفكره بزاف ما عرفتش منين مشيت لتما وحل ما عرفتش شنو ناخذ. الله راه شوكليت قهوه جيلات، خديت هاد لي زيبيس حيت انا كيعجبوني بغيتو يجربهم، وخديت له هادي كان كيقلب عليها وما لقاهاش، خديت له هادي ديال جيلات الرو شاور جيل، وخديت له هاد الكونفيتور حيت كيحمق عليها المجهول كوز هي لافز ات. هاد ويسيز كيعجبوه بزاف. انا خديت حتى سم شوكليت، المهم الله راه شوكليت. وبالنسبه للبسه اللي خديت له، خديت له هادي سو كيوت، انا مكتوب فيها هنايا الدكتور عبد العالي بالخير. I love this color, this is my favorite color. وكيعجبني ملي كيكون لابس شي كولور بحال هكا. سو يا غنصيفط ليه هادشي، انا هوب هي لايكس ات. وهالسروال، وفي الغدا كومونديت واحد الشلاضة صحية، انا نقول لكم شنو فيها. المهم فيها بزاف ديال الخضرات، خاص لي زيبينا، طوماط سوغي، بوم دو تيغ، اريكو فيغ، بيتراف، مايس، افوكا، بولي، جامبون دو داند. فود از هير، نايس. The food is here. يلا خوتي نمشي ناكل. كليت لا سالاد وبدلت حوايجي، اذا انا قديت حياتي. نوريكم الفونزو. انا شطتك مزيان، مرتاح؟ ما بنتينيش مرتاح تو بي اونست. هاي الفونزو، شوفوا الفونزو شحال كيوت. مره عزيز عليه الحنان، مره ما عزيزش عليه. واو كانتو نديرو شي ميك اب خفيف طريق and act like we got our lives together. المهم شوفوا، if you don't have your life together just act like it, fake it till you make it. اكيد غادي نعاودو ليكرون. باي ذا واي ملي كنكون دايره الريجيم نهار كامل كنبقى نشرب غير كوكا زيرو ولا الماء ولا اي حاجه اللي زيرو كالوري. حتى واحد ما يعطيني النصائح يقول لي كوكا ما مزياناش وبيبسي زيرو ما مزياناش. حنا دابا كنهتمو غير لي كالوري. شويه ديال جليتر ready. انا خرج ندير شي حاجه في حياتي حسن ما بقى قاصه هنايا في الدار. Let's go have some fun. It's dinner time. Let's make some soup. So هادو كناخدهم واجدين، كنزيد عليهم غير الماء وديزانغغيديون وحدين اخرين. غنقطع شويه ديال الشامبينيون وهندير معاهم شويه ديال الذره وديك خوفي. غنديرو الماء يطيب هو الاول. اول حاجه كنبداو بها هما هادو، من موراها هاد الخليط عجينه، من موراها نزيدو هاد الشامبينيون والنص ديال هاد الذرة. قررت انه نديرها كامله وغادي نزيد حتى هاد الفيش صوص، يعني دوك لي زانغغيديون كاملين اللي عاطين هنديرهم، نزيدو عليها المطايب ونديروها طيب.
دابا غادي نزيدو داك الكريم ديال الكوكو. دابا خاصنا نزيدو لي كروفيت ديالنا. Okay, taste test. This is my favorite spoon, guys. I have a favorite spoon. هي اللي ديما كناكل بها. Can you see? كي هزيت دغيا ما فيها كل شيء. نضيف فيها شوية الملح. عجبكم الفيديو ياك؟ وهذا الشيء اللي بغينا. Subscribe.